السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في القناة، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. مشاهدينا، أول شيء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتشغيل الجرس ليصلكم أقوى فيديوهاتنا في قادم الأوقات. اليوم عندنا لعبة أمريكان تراك أو محاكي الشاحنات الأمريكية. اليوم شباب راني رايح نكمل إيفنت هذاك اللي راه حطيناه تاع أوكلاهوما في الديال سي جديد كما راكم تشوفوا. دوك نوريكم هنايا عندي الحمولة هذه من لهنايا نوصلها لهنايا، فهمتوا؟ ليتوانو هذا ولا ليتوان. مي الشبيبة لازمك هنايا واش قالوا لك باش توصل الحمولة هذه باش يقبلوها لك لازمك تمشي زعما نقولوا تهز حموله من 100 ميل وما فوق، من 100 ميل وما فوق، ولك ديرها بالكيلومتراج لازمك تمشي 161 كيلومتر وما فوق، فهمتوا؟ لازمك تمشي 90 كيلومتر في الساعه برك، 90 كيلومتر في الساعه ما تديباسيش 90، فهمتوا شبيبه؟ اليوم راني هزيت تاع حمولات كما راكم تشوفوا هنايا، راه دايرين لي 9 على 10 سي بو. دروكا نهز الحموله العشره هذه هي الاخره شبيبه اللي راني رايح نديرها باش يعطوني هذوك هدايا اللي راهم حاطينهم. سي بو شبيبه، هذا هو الكاميو تاع امريكان تراك، هذا الفولفو كما راكم تشوفوا، عدلت عليه بعض التعديلات منا تيريرين كما راكم تشوفوا حبابي، هذا هو التعديل تاع امريكان تراك. ليتس جو نشغلوا الشاحنه، هذا هو الشاحن كما كنت تسمعوا الصوت تاع الشاحنه. ليتس جو بسم الله. ان شاء الله ما يكونش كاين داك الله اكبر، ان شاء الله ما تطلعوش فيه. مي هو فيها الله. هيا حبابي هيا، دابا اللي ديك يبيدنا هنايا هذاك النظام، ها هي دابا تنحركو. لازم تكون شبيبة بصح باش شبيبة نقولو مثلا كاين داك اللي يكون عندهم كراك يقول لك الايفنت هذا واش نقدر نلعبو ولا ما تقدرش تلعبو. لازم خصك تكون عندك الأصلية شاريها من ستين باش تقدر تلعبو. لازم تشري المابا تاع أوكلاهوما عندك البريد تاعهم كيزيد، باش ما يطولوا عندك البريد تاعهم كيزيد.
الجديد هذا تاع القراصنة هذا اللي صور في الكاميو هاي عندي هذا جي بي اس هذاك في ايفنت هذاك سايزين وهذاك اللي عمل عليه راب وفي كذا بعد العفسة تاع الفولو هذا اللي في الفولو هذا دي ال سي اللي تقدر تشريه وريتكم شكل الكاميرا من برا استمتعناش برا شوفي نهار اوكلاهوما كيما تشوفوا على الاطروات على اليمين كنت واحد داخل الاوكلاهوما شوفي هذه دوك احنا داخلين اوكلاهوما سيبو دخلت اوكلاهوما دوك شبيه هذه دوك شغل هذه الدي ال سي جديدة اسمع الفرا اسمع سمعت الفرا كيفاه داير هادي شغل العفسة زادوها في واحد 48 مليحة زادوها في تشيتو يو نسيت باش نكليك على الفرا زادوها في الابديت تاع 1.48 مليحة العفسة هادي هيا هيا غتشيتك ما ضربتكش قاع ضربة مش بارك مزية شفتوا اللاق اللي كاين في هذه المدينة شفتوا كيفاه ما فهمتش علاش كاين هذا اللاق والله ما شغل مازال ما فهمت بالك كمية دي ال سي راه جديدة بالك منا فهمتوا بالك صار الإشارة هذه سيبوا راه خطرة بالك انا الله انا متاكد من دي سيره جديده هي توجد حاجه تكون جديده في اي جيم هكذا ولا شغل يكون فيها مشاكل منا فهمتوا شغل يكون فيها هذه المشاكل الاخرى بس انا كنت نمشي نكشف من جهه اخرى ولا في امريكا مستحيل تقابلها مستحيل تسوي مي سيرتو ما عنديش زعما نقولوا انا بي سي عيا بس بي سي تاعي مليح
تو ماشي زعما نقولوا بي سي عيان ولا المواصفات تاع البي سي تاعي تلقاوها تحت في التعليقات. قولوا مثال كاش واحد يبغي يشوف المواصفات تاع البي سي تاعي تلقاوه تحت في الوصف. اللي حاب يشوف المواصفات بالك يبغي كاين واحد يبغي يشري كيف هو ولا كاين واحد بالك يبغي يشري احسن. شركة تاع القمح شبيبة، هذه الشركة تاع القمح هذه اللي احنا موصلين ليها. ليتس جو نحطوها لحوم ولا هكذا. شبيبة مهم اللي ماش مشترك معنا في القناة تشترك في القناة شبيبة. ها شوية تعليقات شابين كما هكذا منا، شوية تعليقات شابين ومنا، والشغل اللي ماش مشترك في القناة تشوف فيديو تاعي ومنا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس باش كي نحط كاش فيديو ولا يوصلك تلو. سيبو الشبيبة درك نحط لهم الحمولة تاعهم هكذا. نلتقي في فيديو قادم شبيبة، السلام عليكم.